شيبسي كله بيقلي بطاطس بتقله ولا لا؟ بتقله ولا لا؟ بصبعك كده واحده بطاطس شيبسي اللي ليا. عايز تقشر بصل برضه بنفس الفتحه اللي قشرنا بيها تعمل تقليب بصل. عايز تقور كوسه بتنجان من نوع مقوره 10 جنيه بس. ولد 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 فرصه 10 جنيه. العرض ب 10 ولد 10 جنيه كمان. 40 جنيه ولد ولد 10 جنيه اهو. 10 جنيه واحده. يلا ايوه عايز حاجه؟ طب يلا شد. يلا يابا شد شد. واحده معاك يا عم 10 جنيه. مين اللي اعطاني 50؟ مشرب عينيا. حاضر ثواني 20 اديله الباقي. ولد 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 10 جنيه اهو. خدت واحده؟ كم واحده؟ 10 جنيه. ولد ولد فرصه 10 جنيه اهو. فرصه ببلاش يا عم. ادينا واحد يا عم. انا هشتري منك حتى اقول ليه 10 جنيه. ولد بس الفلوس كده هنا عشان ايه؟ ايوه كده 10 جنيه. زاوي بص يا كابتن ايه افهم تاني ايه وحيد الله ايه 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 اديك واحدة ايه نسمع صلاة النبي شنطة بس شنطة نسمع صلاة النبي. بص يا كابتن بص يا استاذ ايه يا عم الحاج قلنا للتواصل 011-22-08-2844 عم اشرب بطاطس سيد عيش. ما توحد الله كده طالعين لايف. ها نسمع صلاة النبي. كم قطعة دول يا شباب؟ ثلاثة اللي انا بشتغل بيهم بالبرسيم كده ورا. مش هينفع كده يطلع لايف. اطلع بره البرسيم بره. اركن البرسيم هنا. كم قطعة دول؟ ثلاثة. اطلع البرسيم كده على النت. هم الثلاثة دول بكم العرض ده؟ ب 10 جنيه يعني ببلاش. ايه فايدتهم؟ ده الجزء الاول. ده الجزء ايه؟ الاولاني. بص يا سيدي افهم خد فكرتك. بص يا ابو شباب تعال كده على الجنب كده وسع كده اعمل وسع كده. ايوه كده شايف الفتحه ديت الجانبيه. فك كده كده النهارده الجمعه الفتحه الجانبيه شايفينها دي بتقشر. ماشي يا حاج؟ اهي يا عم الحاج الصغيره دي كل ما تضغط كده كل ما تنضف معايا الفتحه الجانبيه. ماشي يا شباب؟ تقشر كوسه جزر بتنجان خيار بنفس السرعه ولو خبطت في ايدك كده مش هتعوض. ليه؟ عشان الفتحة جانبية. لو خبطت كده مش هتعوض. سنة كده عشان الحاجة دي. ده الجزء ايه؟ ده الجزء ايه؟ الأول. قشرنا كده خضار. الجزء التاني بقى. عايز أعمل صوابع للآلية. بطول المقوار بتغرز ايدك كده بيطلع لك كده صوابع. دي صوابع. كل ما تغرز ايدك كده كل ما يطلع الصباع كل ما تطلع صوابع. الجزء الثالث في شقة عمودية. اسمع يا شباب بغرزها في النص. تمام حمدي مش في الجنب. في الجنب غلط. هطلع في اسمع بقى يا عم انت واقف ساكت. حاضر يا معلم. ما توحد الله كده. الشوكة دي بالطول يلا بس اي خضار ناشف اي فاكهة ناشفة زي بصل تفاح كمثرى اي حاجة طرية. لا الجزء الرابع في صوص سبريمة اهيت بحطها كده على الخضار. ماشي يا شباب؟ كده غلط. اسمع عني بقى انا بتكلم كده تلف على الفاضي. ما توحد الله كده. قلنا الشرح معاك تاني على التليفون. ها انا على السوشيال ميديا اي موقع على التليفون اكتب عم اشرب بطاطس. ماشي يا رجاله؟ اه انا البث المباشر بسجل فيه 30 مليون اقل بس فيه 20 21 مليون عشان فيها صلاه سيدنا النبي. النهارده جمعه كده صلوا عليه. عايزين نسمع صلاه سيدنا النبي يا جماعه. كده غلط. ليه كده تلف على الفاضي؟ الصلصه منين؟ من تحت. وبعمل ايه؟ ما بغرزهاش. قلنا بنلفها زي اللندا القلاوظ اكني بربط لندا بدوايا. شبط ولا ما شبطش؟ شبط السن كده. حط صبعك هنا كده وتدور تمشي معاها كده. انت تدور هي تلف وتخرط وتنظم وتقطع لوحدها اكنها مكنه في البيت عندها بيت كهرباء. بتشيل الخضار هتلاقيه كله نظام واحد. مفيش خرطة ازيد من التانية. اسمع يا وردة في الصينية عملناها على شكل وردة. بالشكل الجميل ده كده. حوالين منها الطماطم واللحمة المفرومة. ب 10 جنيه ب 10 ب 10 العدد ده ب 10. اللي عايز حاجة يطلع فلوس. اللي عايز حاجة يطلع. تعالى كده مش عايز حاجة تعالى كده. مش جاموسة بيعها هي جاموسة. تعالى كده هتشوف الناس اللي وراك. عايز تعمل بطاطس شيبسي. كله بيقلي بطاطس. تعالي تعالي. بصبعك كده واحدة واحدة. كله بيقلي بطاطس. بطاطس شيبسي اللي ليا. عايز تقشر بصل برضه بنفس الفتحة. تعملي تقليب بصل. تعمل سلطات مربات.
عايز تعور كوسه وبتنجان من نام ورا 10 جنيه العرض ده ب 10 ولد ولد 10 جنيه اهو فرصه ببلاش. عايز كام واحد؟ كام واحد؟ ما فيش حاجه والله العظيم ماشي ابويا 10 جنيه. لا ما فيش حاجه لا والله انت بتاع البرسيم صح؟ يلا شد يا 10 جنيه 10 جنيه اهو كام واحد؟ كام واحد؟ واحدة طيب يا عم نزل قفص ده يا عم عصافير ينفع ايه؟ يلا يا عم انت يا عم على جنب 20 يا عم 10 جنيه عينيا 10 بناخد 20 مسك يا عم معاك كام؟ 40 تمام 10 جنيه اهو ولد ولد 10 جنيه فرصة ببلاش عينيا اثنين كام واحد؟ افهمي تاني افهمي فكرتها ايه؟ افهمك تاني ايه؟ كام واحد؟ ايه؟ اسمع بقى نسمع صلاة النبي نسمع صلاة النبي افهم فكرتها تاني الأستاذة معاكي؟ بس كده خلاص أنا بطمن على حاجة يعني أهي وحد الله أيوة تختنا برضك لازم نخاف عليها وحد الله كده نسمع صلاة النبي افهم تاني ايه؟ كم قطعة دول؟ ثلاثة اللي أنا بشتغل بيهم لو هم التلاتة دول ماشي يا شباب واللي خد واحد عايز يجربها قول يجربها لي في غلط يا شباب عشان ما حدش يقول لك اللي في دي شغاله ودي مش شغاله ما حدش يقول لك اللي في الشنطه مش شغاله ودي مش شغاله في لايف يا كابتن ها اقف محترم ها بكام العرض ده ب 10 جنيه ايه فايدتهم ده الجزء الاول ده الجزء ايه الاول في فتحه صغيره جانبيه دي بتقش كل ما تضغط كده فتحه دي قبلة وعليك كل ما تنضف باخد قشه سريعه فتحه دي يا حسين تقشر كوسه جزر بتنجان خيار بنفس السرعه دي ولو خبطت في ايدك كده مش هتعور ليه فتحه جانبيه مش بالطول هتصد هنا كده ده الجزء ايه الاول الجزء الثاني بقى عايز اعمل صوابع بطول المقوار بتغرز ايدك كده فوق ضهرك بتاخد كده ايه دي صوابع للاليه الجزء الثالث في شوكه عموديه بغرزها في النص مش في الجنب في الجنب غلط يا وقعت منك السلكه اهي هات طيب اديك واحده في سلكه اهي خلي بالك السلكه اهي ماشي خلاص اهي الجزء الثالث الشوكه دي بغرزها في النص مش في الجنب في الجنب غلط بطول الخضار بس اي خضار ناشف اي فاكهه ناشفه زي بصل تفاح كمثرى اي حاجه طريه لا الجزء الرابع في صلصه بريمه اهيت بحطها كده على الخضار مش خدت واحده في سلكه طب يلا شد بقى كده غلط ليه كده تلف على الفاضي وكده برضك تلف على الفاضي ماشي قبله قلنا اللي هينسى في البيت الشرح على التليفون انا على السوشيال ميديا اي موقع تاني على التليفون اكتب على مقشر بطاطس ماشي يا رجاله اللي ينسى الشرح على اي موقع ايوه انا البث المباشر بسجل فيه 30 مليون اقل بس في 20-21 مليون عشان فيها صلاه سيدنا النبي ما تسمعونا صلاه سيدنا النبي وبلفها لفه صغيره زي اللندا ايه القلاوص اكن بربط لندا بدوايه شبط السن كده حط سبعه كده كده وتدور انت تدور هي تلف وتخرط وتنظم وتقطع لوحدها اكنها مكنه في البيت عندك بيت كهرباء بتشيل الخضار واشتري يا سير العماره ده 10 جنيه عبيط يا جاموسه يا جبه طيب طلع فلوسك كده كل نظام واحد عسام ورده في الصينيه عملناها على شكل ورده بالشكل الجميل ده كده حوالين منها الطماطم واللحمه المفرومه كده ورده في الصينيه قلنا ب 10 يا حاج اللي عايز حاجه طلع فلوس كام واحد؟ كام واحد عاوز؟ عسام البطاطس الشيبسي كله بيقلي بطاطس بتقلي ولا لا؟ بتقلي ولا لا؟ بتقلي ولا لا؟ بصبعك كده واحده واحده كله بيقلي بطاطس بطاطس الشيبسي العليا عايز تقشر بصل برضه بنفس الفتحه اللي قشرنا بيها تعملي تقليب بصل تعمل سلطات مربات عايز تعور كوسه وبتنجان منها مقوره 10 جنيه بس العرض ده ب 10 ولد ولد فرصه 10 جنيه وعينيا كم واحده يا استاذ كم واحده يا كابتن ولد 10 جنيه يلا هنا يلا هنا بالقفص ده كده مش عايز حاجه شد يلا شد 10 جنيه يلا يا باشا نلعب تمام 10 جنيه كم وادي كمان اتنين واحده الله بلا وادي كمان اتنين العرض ب 10 يلا مش عايز حاجه الواحده عم 10 حاضر يلا شد عايز حاجه يلا يلا عشان جنب يلا ولد 10 جنيه 10 كم واحده معاك 10 جنيه فرصه
ولد 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 10 جنيه 10 جنيه ما فيهاش سوسه. سوسه ايه؟ سلكه بقى مش سوسه. واحده في سلكه.